اعتزلت الفن بشكل لا رجع فيه. استيقظ الوسط الفني على خبر عن قرار الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتزال الفن بشكل نهائي، كما جاء في التسجيل الصوتي الذي أرسلته إلى الصحفي ربيع هنيدي. وفور انتشار الخبر توالت ردات الفعل الرافضة لقرار اعتزالها، سواء من فنانين مثل المطربة إليسا والمطرب مصطفى كامل أو من جمهورها العريض في الوطن العربي، وجرى تبادل هاشتاج بعنوان شيرين نرفض قرارك. أما شيرين فأغلقت هواتفها بعد إعلان الخبر. هو قرار صراحة مش في وقته، وهي كويسة جدا ومغنية روعة، صوتها كويس جدا وعملت برامج كويسة جدا يعني عالية كان على مستوى الدول العربية كلها، وعملت مسلسل قوي جدا. والله شيرين صراحة من الناس اللي في الوسط الفني جدا جدا جدا، كانت جميلة صراحة في غناها وفي أدائها وفي خفة دمها وفي كل شيء. أنا ضد القرار ده يعني، وبقول لها خليك شيرين تغني وخليك في الوسط ونستفاد منك يعني ومن الفن بتاعك. قرار اعتزال شيرين الذي جاء صادما حتى للمقربين منها أثار تساؤلات عدة وتكهنات بالأسباب التي دفعت بها إلى الابتعاد عن الفن وهي في قمة تألقها، ومنها أسباب تتعلق برعاية ابنتيها ووالدتها كما صرحت لبرنامج المتاهة المذاع على MBC مصر. أنا عمري ما كرهت صوتي ولا عمري كرهت الغنى، بس كتير جدا بقولها أنا مش هكمل، أنا كفاية كده وهقعد في البيت. جاء اعتزال شيرين في الوقت الذي كانت تشجع فيه فضل شاكر على العودة إلى الغناء مرة أخرى. أنا بعتبره إنه خسارة للغناء المصري عموما. فهي جايز تكون بتجرب الناس بيحبوها دي، لأن كل الناس ضد هذا القرار أو ضد هذا التصريح. أنا ما أعرفش ليه طبعا، إنما ما تخيلش إن شيرين كمعرفتي بيها عن قرب ممكن تعمل هذا الكلام، استحالة. بتمنى أنه يكون خبر مؤقت، واعتقادي الشخصي أو يقين الشخصي أنه هو خبر نتيجة لحظة انفعالية ممكن تكون هي يعني متأثرة بأمر ما، حاجة شخصية عندها، فعشان كده هي يعني أعلنت خبر اعتزالها بالشكل ده. شيرين عبد الوهاب تعد من ألمع نجوم الطرب المصري والعربي، وأحد نجوم برنامج The Voice أحلى صوت، كما بدأت تشق طريقها في التمثيل بعد نجاح مسلسلها الأخير طريقي العام الماضي. سمر بشات، العربية، القاهرة. لسه في الأيام أمل مستنين، كل ما في قدامنا سكة يدمش الهوى طول ما لسه العمر